زاوما ميك اب كيف كتعرفوا سي لو برومي ميك اب لي 100% ناتوريل اي بيو صديق للبيئه في العالم. المكونات ديالو لا ستركتور ديالو المراه العاديه او الفنانه او اللي كتعرض للاضواء بزاف تقدر ديرو بلا ما كتلقى مشاكل في البشره ديالها من بعد. والحمد لله الاول برودوي اول ميك اب اللي لقيتو انه رضى ليا الزبائن ديالي بجميع لي كاتيجوري. عاد اون بليس كاين واحد لو سيرفيس ابخي بان المراه كتقدر تشكل الحقيبه ديالها ديال الميك اب بموان شير ودي زارتيكل اللي قلال. دونك بنفس الوقت اقتصادي صديق البيئه ويرضي المتطلبات تاع الزبناء سواء مراه عاديه او لا فنانه بيان سور. البدايه كانت في مدينه اكادير من بعد دابا كاين افتتاح في مدينه مراكش. هاد الماركه هادي ماركه عالميه من المميزات ديالها انها طبيعيه 100% مشتقه من نبته الخيزران اللي كتسمى لو بومبو بالفرنسيه. هاد النبته هادي كتدخل في كمكون اساسي في المنتوج وكذلك في انتاج العبوات اللي كيتوضع فيها المنتوج. عندها مجموعة من المزايا طبيعية 100% ما فيهاش مواد بتروكيماوية ما فيهاش مواد حافظة مضرة بالصحة. المادة الوحيدة اللي موجودة فيها كمادة حافظة هما لي بودغ الغبرات ديال لارجون ميكرونيزي. فيها واحد المادة أخرى تسمى لا سيليس أورغانيك. ذات طابع إيكولوجي اقتصادي محافظ على الصحة. التواجد ديالي هذا النهار لأن كما كنعرفوا الموضة والجمال شيء لازم نتابعوه لازم نكونوا دائما كنتواجدوا فيه، وهذا شرف ليا كبير باش نكون متواجدة هذا النهار هنا في مدينة مراكش. التواجد ديالي هنايا في زاو لأن الجمال ديال المرأة تهمنا كما كتهم أي واحد، الراجل عزيزة عليه المرأة وتهم المرأة والجمال ديالها، وسمعت بأن هاد زاو دايرة واحد الحاجة اللي تقليدية، حاجة اللي زوينة وداك الشيء ناتشورال كما كنقولوا. وجيت انا نكتشف نشوفوا هاد المسائل اللي كاينين وتبارك الله عليهم، باقي يلاه غادي نكتشف اكثر واكثر. درت اميني ديفيلي، حاولنا نخرجوا شويه على التكاشت كيف كتعرفي ديجا تبارك الله الاسم كاين في لو مارشي، معروفه ديجا بتوسكي توني تراديسيونيل كافتون جلابه. اليوم حاولنا نبينوا للناس ان راه ما كاينش غير البلدي اللي كنعرفوا، دخلت اوستي كاينين لي كاب اللي يمكن لبسوهم في ليفير، يتلبسوا في الصباح ويتلبسوا كذلك في الليل على حسب المناسبات. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.